لا شك أن المتابع والمراقب لسياسات الدوحة سيكتشف أن ما تفعله وما يخرج منها من تصريحات إنما يعكس بوضوح ارتباك النظام الحاكم هناك وسعيه الدؤوب للهروب من الالتزامات والتلاعب بالوقائع وطمس الحقائق. ولا تزال قطر تناقض نفسها وتتخبط وتعمل عكس ما تدعي، وتسمح للناطقين الرسميين باسمها وبموقفها أن يظهروا ما تنويه وتشعر به في إساءة واضحة وحقد كبير تكاد تكون أسبابه مجهولة. فقطر التي تتفاخر بادعاء صداقة واشنطن هي ذاتها التي يقوم إعلاميوها بالتعبير عن شماتتهم وفرحهم بنكبة أبرياء جراء ظواهر طبيعية. وما تقوم به قطر اليوم هو حلقة في سلسلة طويلة طالما كان محورها الكذب والتزوير والنفاق في كل حادثة أيًا كانت. ألاعيب قطر الصبيانية، عنوان لصحيفة البيان في افتتاحيتها اليوم. وقالت البيان تحت هذا العنوان: ما حدث بالأمس القريب من فبركات وأكاذيب حول الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنما يعكس بجلاء وبلا أدنى شك أن قطر لا ترغب في الحوار، والذي تدعي هي أنها تدعو إليه والآخرون يرفضونه، مشيرة إلى أن عدم رغبتها وتهربها هذا يرجعان ليقينها بأن الدول المكافحة للإرهاب لن تتنازل عن مطالبها، والحوار فقط سيكون حول آلية تنفيذ هذه المطالب. وقالت البيان في ختام افتتاحيتها إن ألاعيب قطر الصبيانية الأخيرة تكشف أن النظام القطري يتخبط ولا يدري ماذا يفعل، وأنه غارق في التناقضات بين لهثه وراء الحوارات الجانبية والاستقواء بالخارج وتسييس القضايا، وفي نفس الوقت يدعي أنه غير متأثر بالمقاطعة وأن أوضاعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مستقرة، في الوقت الذي تنقل فيه وسائل الإعلام العربية والعالمية يومياً فضائح تورط تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب والتوقعات السيئة لاقتصاد قطر ومستقبلها السياسي. الكثير من الشعوب العربية وجدت نفسها هدفاً لإعلام نظام الحمدين في الوقت الذي كانت تنزف فيه جراء ما تورطت به الدوحة وغيرها، والتي كانت تسخر كل جهودها لتبييض المجرمين والتسويق للإرهابيين والعمل على نشر الأحقاد وتسخير المنابر لدعاة الفتنة الذين يدعون للقتل وارتكاب الجرائم والموت.